طب وهل لو اتعذر عمل طواف الوداع هل في حرج؟ لا لازم تطوفي الوداع واجب، هي عليك دم. اه لكن لو تعذر يعني لها عذر او حاجه عليك دم. دم يعني لازم طواف الافاضه. بس عفوا اذا طفت طواف الافاضه ثم جاءت الحيضة بعد طواف الإفاضة فمرخص لك في الانصراف ولا شيء عليك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ونساؤه كذلك، فلما جاء وقت الرحيل يوم 13 دخل على صفية بنت حيي وهي تبكي، قال ما لك عقر حلقة؟ أحبستنا هي؟ يعني ستضطرنا للانتظار حتى تطهر. قال ألم تكن طاف الطواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال فانفري حينئذ، يعني إذا طفت الإفاضة وحطي لا يلزمك الوداع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائط، إذا طافت الإفاضة ثم حاضت لا تنتظر الوداع. فهمت كلامي؟ أيوة. بس والبيت إذا لم تطوف الإفاضة ستلزم بالانتظار. أنتظر، ولو ما انتظرتش يبقى ذبح. لا يعني إذا لم تطوف الإفاضة لا طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إذا لم تطوفي لم تحجي. طواف الإفاضة بالذات لما تكلمت عن الوداع فواجب يجبر بدم، لكن إذا طفت الإفاضة وحطي سقط الوداع ولا دم. تمام الكلام واضح؟ أيوة واضح. طواف الإفاضة ركن يا أختي، ركن. أيوة فلذلك بادري بعمل حتى لو طفتيه قبل رمي الجمرة الكبرى يوم العيد إذا كنت خايفة من نزول الدم. أيوة